مسلسل دولار هو العمل اللي بيجمع ما بين أمل بشوشة وعادل كرم في أول تعاون درامي بينهم، واللي هيعرض الجزء الأول منه قريبا. أمل اللي قابلناها خلال كواليس برنامج بيت الكل اللي بيقدمه عادل كرم على ام تي في قالت لزميلنا راغب حلاوي إنها ما بتنافسش حد في شركة الصباح المنتجة للعمل، في إشارة منها لنادين نجيم وسرين عبد النور. ووضحت كمان قصة اعتذارها عن الجزء الثالث من مسلسل الهيبة مع تايم حسن، واللي سبق واشتغلت معاه في مسلسل الأخوة. ما ضل حدا ما سألني، الهيبة هو لزميلة صديقة سيرين عبد النور، إن شاء الله يا رب تتوفق. لما تبقى الأسود أوعى من الكرامي مشبور إقساع. بعد انضمام أمل بشوشة لشركة الصباح، بطبيعة الحال رح يتم مقارنة عملها بعمل الممثلة سيرين عبد النور والممثلة نادين نسيب نجيم، كونهم بينتموا لنفس شركة الإنتاج. النجمات بنفسوك كمان اليوم، كيف علاقتك بسيرين عبد النور بنادين نجيم؟ ما عندي ذهنية أني أنا فوت بالمنافسة أو عندي أعداء بالكار، لأنه ما في شك أنه لازم يكون في منافسة، بس تكون منافسة شريفة. علاقتي بزملائي بشكل عام كتير جيدة، ما عندي مشاكل مع حدا. طبعي ما بحب قعدة النسوان، فلانة حكيت وقالت، لأنه ما بيعنيني الموضوع حقيقة، ما عندي هالفضول. اللي بيهمني بيتي، أهلي، بنتي، جوزي، هيدا أهم شيء. لم تخبريني ماذا حصل ليلة أمس بعد انتهى مجلس السمر. دولار رح يكون العمل الأول يلي رح يجمع أمل بشوشة وشركة الصباح. خبرينا عن دولار، يعني هذا العمل المنتظر بينك وبين عادل. مسلسل كتير جديد بكل تفاصيله، كتير حلو. رح تشوفوا شيء مختلف كتير عن الدراما التقليدية اللي متعودين نشوفها. الفكرة إلك بس الدولار لإلك. أعطيني الرقم ونص بالنص. طرة. سمعت إنه الدور ما بيشبهك، بتتأسد يكون الأدوار ما بتشبهك؟ هو لازم الممثل ما يعمل شيء يشبهه، وإلا بطل ما بيكون عم بيمثل. الحقيقة إنه زينة، دور زينة ما بيشبه أي دور عملته، دور ممتع جدا وراح يحبوها الناس كتير قد ما أنا حبيتها. أنا مش عم فكر بالدولار ولا عم بركض ورا المصاري. احنا اذا رح نضل حينه لهذا الدولار يمكن فوت بمتاهه الاول ما لا اخر. الكيمستري بينك وبين عادل ما رح اسالك عنها لانه مبينه من اول يوم. سبحان الله، عن جد صرت بؤمن بهالشغله انه بتجي من عند الله. فظيعه، وكان كثير مساند لإلي، وتفاجات فيه حياتا انه قديش هو صبور، ولانه العمل كان الكونديسيون تبعه صعبين كثير، فكتير كان مساندني ودايما بتسمع الكلمة الطيبة، وهذا أكيد بيزيد الممثل البارتنير، يعني بيزيدك بثقة وخلص، يعني بتصير مرتاح للشريك العمل. رح تموت وتعرفوا علي سر. عرض عليك فيلم تامر حسني البطولة مع سعيد المرق، كمان وصلتني أصلا كومنت هي على انستغرام. الحقيقة أنا لا، ما نعرض علي، وما جو با فوا لا بريتونسيون دو دير انه انا نعرض علي، ما نعرض علي. رح تطلي برمضان 2019؟ لا هلا ما قررت، اذا ما كان شيء واو فما رح اعمل شيء. انت مشيت من هنا والقيامة قامت من هنا.